شكرا شكرا. أصدقائنا المشاهدين، رح ننتقل نحن وياكم لضيف التالي، وهو السيد طه الحاج من مجموعة حجر وبشر بمنطقة طرابلس. أستاذ طه صباح الخير. يا صباح النور، يا أهلا وسهلا. يعطيك ألف عافية. أول شيء أنا بحكيك بنشتغل، الله يقويك. كل شيء ظابط، الكاميرا ظابطة؟ إيه كله تمام، كله تمام، ما تعطى الهم، أنت صرت مباشرة على الهواء وبتجنن، ويعطيك ألف عافية وشكرا لكل المجهود يلي عم تعملوه. أهلا وسهلا، متشكر تلفزيون شارع تي في، هيدي ثاني مقابلة بطلع معهم. نحن دائما اكيد ابوابنا وشاشتنا مفتوحه لحتى نضوي على كل المبادرات الانسانيه. حجر وبشر بطرابلس، امتين تاسستوا؟ شو بتعملوا عمليا تنذكر الناس يلي عم بيشوفونا ويسمعونا هلا؟ حجر وبشر هي مجموعه ثوريه، تجمع شبابي نشات ب 1917 تشرين. نعم. شباب تجمعنا بساحه النور بطرابلس. لمينا الشباب اللي هي مش تابعة لأي حدا سياسيا، يعني شباب نظيفة، وصرنا نجمع بعض وبقينا بالساحة عم نشتغل على مواضيع الثورية. نعم. بعدين لقينا إنه الساحة ما بقى تنفع، الشارع ما بقى ينفع، صار لازم نطلع نشتغل على موضوع الوعي. نعم. وصار هيدا هدفنا من بعد، صرنا نطلع نشتغل وعي كرمال نشوف الأوضاع اللي صايرة، نوعي العالم على حقوقهم. نعم. حقهم توصلهم بلا ما سياسي يعطيهم اياها، لازم هن يطالبوا فيها بطريقه، شو القوانين اللي بحق لهم كمدارس كشغل. ما لازم ينشروا، ما لازم ينباعوا، ما لازم ينطروا الانتخابات لحتى صوتهم هو يكون عم ينشرها وضميرهم ينشرها ويرجعوا يطلعوا نفس الطبقه الفاسده اللي هي عم يطلعها كل مره. نعم. طلعنا اول، تفضل. ايه طلعنا وبلشنا اول شيء لما شفنا الامكانيات الصعبه اللي عم تعيشها المدينه، بلشنا بالاكتفاء الذاتي، بلشنا بالامن الغذائي بعدها. نعم. كان في عنا ارض بمنطقه ابو سمره بطرابلس. نعم. ارض بين مبنى سكني، بس ارض مساحتها 6000 متر. اشتغلنا على الموضوع، حولناها من ارض شبه قاحله متلانة حجران وصخر، لميناهم بايدينا، عبيناهم ببرامين شرق البحر، ثم الحجران وزرعناها، صارت من اجمل الاراضي اللي بتشوفها فاضيه او سمراء على فتره معينه. حلو. طلعت موسم حلو. نعم. من بعد شلنا الموسم جزء منه وزعناه. نعم. والجزء الثاني بعناه وبحقه عملنا حصص غذائية كمان للأشخاص المتعففة بالمدينة طرابلس. نعم. أستاذ طه، قد ايه الفقر هو عامل أساسي حتى يصيروا الناس تبعيين، إن كان لسياسة أو لحدا إقطاعي بالمنطقة أو إلى ما هنالك من، يعني نحن نعرف قد ايه الفقر هو متلازم مع حاجة الناس ومع وضعهم التنموي والوضع السياسي. للاسف يعني وخصوصي مدينه طرابلس قبل الثوره كان معدل الفقر طرابلس تعني 67، هي اساسا مدينه الافقر على السفل الشرقي للبحر الابيض المتوسط. نعم. هي افقر مدينه، هي 67% من اهل المدينه تحت خط الفقر يعتبروا، هذا ما قبل الثوره. بعد الثوره والازمه الدولار، ولا الدولار اليوم ب 13 اكيد النسبه تخطط، يعني اكيد نسبه تخطط 80%. هيدا الموضوع اللي عم يحاولوا يستعملوه الزعماء ضدنا. نحن مسكين مفاصل البلد، بنجوي على الشعب، بنجوي على اخر شيء، بنرمي لهم سمكه بدل ما نرمي لهم سناره، وبيلحقونا بيرجعوا بيصوتونا. يعني احد النواب هون معروف لما طلع حكي على التلفزيون، ما طلع حكي قال انا عم امن فرص، قال خلي العالم كلها تشوفني انا عم بعطي حصص. انا ما بدي تعطيني حصه، بيطمن لي شغل. هي يمكن التنميه هي الاساس بهيدا الوقت، وتنميه الناس. عم تحكي بمنطقه، عم تحكي بقلب مدينه هي فيها كل المقومات الاقتصاديه للنمو الاقتصادي اللي بتتطلبه اي مدينه. في عندنا مطار بالشمال، في عندنا مصافي، في عندنا سكه ترام، في عندنا معرض ما عم يستعمل، كل شيء في عندنا موجود بقلب المدينه، فليش حتى يكون مهمش بهالطريقه؟ شو الرسالة بتوصل منا؟ ما عم نعرف. طه، في أمل؟ أنت من خلال نزلتك على الأرض بين الناس، بين الشباب، بين أهل طرابلس الطيبين، حاسين في أمل؟ طالما بعد
طالما بعد في شخص واحد عم بيقول لا، معناتها في امل. حلو. املنا بالله دائما، فطالما شخص عم بيقول لا بوجه الدوله، معناتها في امل. 2 ل 10% هن اللي بيغيروا، ما بدنا نحن، ما بدنا ال 90 بيلحقونا، واحد ورا واحد بيرجع بيلحقنا وبنكمل. قد ايه صعب التغيير بنظرك بهالوقت؟ يعني بعرف بظل الجوع الناس بتقول لك انه حاجتي الاساسيه لاقي شغل، لاقي حدا يطعميني، لاقي حدا يسندني، يعطيني كرتوني، يعني هيدي سياسه تجويع الشعوب معروفه من زمان وجاي، حتى نقدر نحصل على اصواتهم ونحصل سياسيا على دعمهم بمطرح معين، بنهددهم بلقمه عيشهم. ولكن قد يعني تغيير النهج المجتمعي تبع الناس والتفكير المجتمعي قد ايه بالنسبه لك بيتطلب وقت؟ فقدنا الاتصال بطه. طه اوكي، هلا بظن عم نرجع نسمعك. ايه طه، لكن هيدا النهج، هيدا التغيير المجتمعي قد ايه بالنسبه لك بحاجه لوقت؟ في مشكلة بالصوت بظنتها، ما عم نقدر نسمعك بهالوقت. يلا بهالوقت رح نرجع نعود الاتصال بطه. اذا طه بعدك انت عم تسمعني هلا، بدك تسكر اللينك اللي عم تحكينا منه وترجع تفتحه عن جديد، هيك بنرجع بنقدر نعود الاتصال فيك. لكن جهز الاتصال مع السيد طه الحج من مجموعة حجر وبشر بطرابلس. قد نحن بحاجة لهيك مبادرات ومجموعات حتى فعلا نكونوا بين اهالينا، حتى فعلا نبطل مرتهنين لكرتوني او لمساعده غذائيه او لهالجوع يلي نحن عايشين فيه، الخوف انه تكون حياتنا موجوده على المحك، الخوف انه نضلنا عايشين، الخوف انه نلاقي لقمه عيشنا ناكل نحن، نطعمي اولادنا، نطعمي اهالينا، هذا الخوف يلي عايشيننا فيه بكل لحظه بكل دقيقه. نحن بحاجه نرجع عن جديد نفكر ونقول انه نحن بهالمطرح، من مطرح ما نحن بحاجه لكل مبادره تنميه حتى نرجع نشجع الشباب والصبايا انه انتم قادرين تحدثوا تغيير. تغيير منه هين، تغيير بيجي بالطريقه الصعبه، تغيير بيجي بطريقه يمكن بدنا ندفع ثمن هيدا التغيير لمنظومه هالقد فاسده وكبتنا من عده سنين. رح نرجع ناخذ سيد طه الحاج ولكن هالمره عبر الهاتف حتى ننهي نحن وياه. استاذ طه، لكن كنت عم بسالك قديش مهم او بالنسبه لك قديش بياخذ وقت هيدا التغيير المجتمعي بآراء الناس ونظرتهم للأمور؟ كنت عم أقول لك إنه هو الموضوع بده وقت، لأنه هو هيدا السلطة الفاسدة عم تحاربنا فيه، صار لها أكثر من 30 40 سنة عم تتبع نفس الطريقة. فأنا ماني حقدر أشيلها بسنة أو سنتين، بدي مشان هيك عم أقول لك شغلتي كانت على موضوع الوعي. نعم. الوعي أكيد ماني حقدر أوعي العالم بشهر وشهرين وبسنة من بعد الثورة لهلا، بس نعم. بقول لك إيه، بأكد لك إنه في كثير عالم بلشت تغير فكرة. نعم. يعني نحن هون خصوصي هون بطرابلس صرنا نشوف العالم نظرتهم بالسياسيين، حتى من الأشخاص اللي يعتبروا مش من تعون الطبقة المتعلمة، يعني حتى الأشخاص الشعبيين الموجودين ضمن المناطق اللي بنقعد نحن بننزل مثلا بالقهاوي تحت بنشوفهم، حتى هدول اللي كانوا مسيطرين عليهم بتلاقي نظرتهم اختلفت، لا هدول جوعونا، هدول هم سبب البلاء عنا بقلب البلد. فشوي شوي حنقدر نتمكن لحتى نقدر نحن بالبدايه نخرق، احنا هدفنا نوصل لانتخابات نيابيه فيها نخرق هيدي السلطه بكم مية بزياده، من بعدها شوي شوي بنوسع مثل ما بيقولوا كره الثلج بتكبر وبتكبر لحتى نقدر نوصل لمحل للبنان نرجع نلاقيه سويسرا الشرق مثل ما كان قبل، مثل ما خلينا نحلم فيه ان شاء الله. طيب كنا عم نشوف صور بطيخ، شو قصه البطيخ؟ حمله البطيخ هيدي هي صراحه حمله صارت عن طريق المزح، يعني وصلنا لمحل هون اكيد يمكن كمان عندكم تحت البيوت نفس الشيء، يعني بنوصل لقينا كيلو البطيخ وصل لل 10000 8000 10000، فبتروح بتجيب بطيخه بيوصل حقها 150000 120000 حسب هي وزنها. فاحد الشباب معنا بحجر وبشر قال شباب عبالي بطيخ، مين بيفوت معي بجمعيه لحتى نجيب بطيخه؟ فطلعت الفكره وحطينا هيك انه عم نلفت العالم، عم نلفت نظر العالم على فكره عن جد قد ايه صارت البطيخه صعبه حتى عشريه، البطيخه اللي كنا اذا واحد رايح على البحر ياخذ معه البطيخه، طالعين بيكنيك ناخذ بطيخه، ايه فواكه الفقراء البطيخه حتى كانت اكله الفقراء ناكل جبنه وبطيخ. صحيح.
صارت صعبة لدرجة انه الولد اذا اشتهى البطيخ ما بقى فيه. وصلنا لمحلات عم نبيع البطيخ بالحز حز بطيخ يعني حتى مش النص ولا الربع. وصلت لمحلات يبيعوا البطيخة بالحز. فضوينا على الموضوع عم كان على سبيل المزح بس لقى صدى كتير قوي كتير تداولته العالم. من بعدها صراحة حتى لقينا في اسعار انخفضت يعني نحن لما جبنا البطيخ جبنا البطيخة على 4000 صار مثل الدولار. طه نحن في كتير اشخاص يمكن عم بيسمعونا هلا بيقولوا لك انه بخافوا من بعض المناطق اللبنانية تنكون كمان واقعيين. بيقولوا لك في زعران في ناس ما بعرف منخاف من هيدي المنطقة لأنه في إلها زعران وفي إلها ناس اللي بينزلوا على الطرقات في إلها ما بعرف يعني حسب ما بيصور لنا التلفزيون وسائل الإعلام أنه في ناس بخربوا بقلب هيدي المناطق. إذا بدنا نحكي عمليا نحن منشوف أنه أوقات بيصير فيه إن كان بالتجمعات أو بالمناطق ما بعرف مني هالأشخاص على طول بيقولونا طابور خامس ومع كل العالم بتتبرى منهم. مين هودي الناس بنظرك يلي بيكونوا موجودين بيعملوا أعمال تخريبية؟ هل ممكن الناس الجوعانين ينتج عن المجتمع ناس بتعمل هيك أعمال؟ بدي اسألك سؤال. الجوعان شو الاستفادة اللي بيستفادها إذا خرب ونزع المدينة بزيادة وبطل يقدر ياكل بزيادة؟ لو كان عم يطلع لهون 10000 بطل يقدر يطلع ولا 1000 مقابلة. صحيح. فأكيد مش الجوعان. الجوعان ينزل بدور على لقمة عيشه، منه فاضي لحتى ينزل يخرب لحتى يعمل مشاكل بقلب المدينة ولسا يدمرها أكثر وأكثر. شو هذا أكيد 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 هو موضوع سياسي بحت. أوكي. لانه حتى طرابلس ساعه تكون قندهار، ساعه نحط طرابلس بنصورها بعلقه تبانه وجبل، عم اعطيك اياها مسمياتهم يعني. صحيح صحيح. تبانه وجبل، بينما لما نزلنا على الثوره لقينا اهل الجبل واهل التبانه تحت. كثير حاولوا حتى بفتره من الفترات خلال هلا الثوره وخلال هلا من كم يوم يعني كثير حاولوا يرموا في الطيشات مثل ما بيقولوا ويرجعوا ينشبوا المعركه من اول وجديد. لقوا انه في وعي من اهل طرابلس انه ما عاد بدنا المعارك. المعركه هي معركه سياسيه بحته لا معركه عقائديه مش ولا معركه الشعب اصلا. تصور الشعب كلياته وقف هلا حد بعضه. بدنا نخلص من هيدي الامور، ما بدنا بقى الاشياء الطائفيه تقعد تحكمنا. نحن بعد برجع بقول لك نفس المقوله اللي كنت اقولها، لبنان اكثر بلد طائفي بس بلدين يعني دائما بنلاقي اشخاص عم بتعصبوا طائفيا بس ما بيعرفوا شيء عن دينهم سواء كان اسلام ولا مسيحي ولا شيعي ولا درزي ولا شو ما كان. فبالتالي ما حدا يعرف شيء عن دينه. فالشيء هذا الشيء بياكد لك انه الموضوع هو موضوع سياسي مش ديني. لانه لما الكل بيكون عم عنده المعلومات عن دينه ما بتصير هلا الصراعات، لانه كل واحد حيعرف انه كل الاديان هي اديان محبه وكل اديان لله. صحيح. فما في داعي يكون في بيناتنا هيدي التوتر. نعم. بس بالنسبه لطرابلس انا باكد لك انه الموضوع موضوع سياسي وموضوع تصوير اعلامي مش اكثر. انا مستعد هلا انت تجي لعندي على طرابلس واخذك جوله. انا بعرفها لطرابلس كثير بروح عليها كمان الشعبيه بقلب المناطق الشعبيه وباي نهار بتحبوا لحتى نقصت للعالم كله يكون طرابلس منا مدينة إرهابية، منا مدينة صعب العيش فيها. بالعكس حتى هذا الشيء الدليل، لتشوف الدليل القصة الإعلامية اللي بتصير أنه وقت ثورة 13 تشرين كيف قلبوا طرابلس سكية من قندهار حطوها عروس الثورة. صحيح. من بعد هلا خلصت الازمه، خلصت الفكره اللي بدهم يحكوا فيها بقصه طرابلس عروس الثوره، بلشوا يرجعوا لازم نسوق لفكره ثانيه. في اشياء بدنا نفوت موضوع ثاني حتى يرجع يضوي العالم على طرابلس. للاسف عم ياذوا المنطقه بس الحمد لله اللي عم نلاقي انه اهل طرابلس صاروا اوعى وبطلوا بنفس التفكير اللي قبل وعم يعرفوا يواجهوا هيدي الامور. وهذا شيء من وراء المجتمعات المدنيه اللي نشات بقلب طرابلس، الجمعيات والمجتمعات اللي كلياتها عم تنشر الوعي بقلب هالمنطقه. حلو. يعني استاذ طه كمان سؤال اخير لك قبل ما نختم حضرتك، ما بدنا نعطلك بعد اكثر عن شغلك. شو تطلعاتكم بهيدي الفتره اللي جايه؟ شو مشاريعكم؟ شو حابين تعملوا كمجموعه حجر وبشر بطرابلس؟ نحن حجر وبشر قلت لك هلا بالشق الاجتماعي بعدنا على موضوع الخطف، على موضوع الامن الغذائي اللي شايفين فيه وان شاء الله مكملين. على موضوع المدينه عم نشوف، على موضوع المدينه عم نشوف شو الانسب. نحن هلا عم نكون عم نحاول نكون بقلب ائتلاف
ائتلاف ثوري، تجمع ثوري كبير بضم فعاليات من كذا منطقة على قاعدة كل لبنان، لحتى نقدر لوقت الانتخابات نكون عم نشكل لسه كاملة. مش شرط يكون فيها حدا حجر بشر أبدا، ما هدفنا نوصل سياسيا بهدف، ما هدفنا هو نقدر نأمن الشخص المناسب للمدينة ولكل لكل المدن اللبنانية. أوكي. فعم نحاول تشكيل لجنة ثورية نقدر نألف منها عدد نواب معين ينزل كرمال نقدر نخرق هذه الطبقة السياسية، وبعدها ساعتها نقدر نحقق كل شيء بطريقة شرعية وقانونية وعن طريق الدولة، أحسن ما يتهمونا ثورة ضد الدولة والشغلات، بدنا نحاربهم بالقانون. نعم. يعني إن شاء الله بالتوفيق أكيد بكل خطواتكم، وإن شاء الله بيعمر البشر بداية، لأنه الحجر بيروح وبيجي، إنما البشر هن الأساس حتى كل شيء من بعده يعمر. إذا دخلنا عمر أكيد كل بنياننا بيرجع بيعمر عن جديد. شكرا أستاذ طه الحاج من مجموعة حجر وبشر من طرابلس، يعطيك ألف عافية، شكرا لمدخلتك معنا. متابعين نحن وياكم، ولكن خلونا ناخذ فاصل وبعدها منتابع هو المحمد.